كل سبت وحد ماتينا الويكاند من 7 ل 10 متاع الصباح على EFM أحلى غاديو. السبعة واثنين وعشرين دقيقة على EFM أحلى غاديو. صباح الخير، صباح النور، صباح البركة والفرحة والسعادة يا ربي في كل دار تونسية. اليوم السبت 12 أكتوبر 2024، وانتم تسمعوا في الماتينال ويكاند. الماتينال ويكاند كيما استنستوا بها برشا موزيكا، أخبار من الجهات، حكايات. بعد شوية يلتحق بينا بسام القبني في شخصية الصبحية. تعرفوا كل مرة يحكينا على شخصية من الشخصيات اللي ساهمت في تقدم بلادنا وازدهار بلادنا، شخصيات علمتنا برشا ومازالت إلى حد اليوم قاعدة معناها قاعدة تعلم فينا وتعلم في أولادنا. كيف كيف من بعد يحكينا في بوليميك، موضوع مهم برشا اليوم باش نحكيه على الجانب النفسي من وراء كثرة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الكل بعد شوية في الماتينال ويكاند. نصبح على الكيب متاع اليوم، معايا بجة في الإخراج، سليم في الديجيتال، ومعاكم جيهان بالحاج عمار كوتي ميكرو. نعملوا ترتيحة بالموزيكا وراجعين في الماتينال ويكاند لليوم. كل سبت وحد ماتينا الويكاند من 7 ل 10 متاع الصباح على EFM أحلى غاديو. على EFM أحلى غاديو 7:35 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. انتوا ما تسمعوا في الماتينا الويكاند معاكم من توا حتى للعشرة متاع الصباح. وتعرفوا ديما في الماتينا الويكاند نمشيو نعملوا دورة في الجهات ونشوفوا شنو الأخبار اللي ماشية، وكيف كيف زادا نحكيوا على الأخبار اللي مش ماشية. أخبارنا متاع أخبارنا متاع اليوم أخبار تصر برشا، أخبار تفرحنا برشا، جينا من المكنين. اليوم باش نحكيو على المستشفى الجهوي بالمكنين وشنية الأقسام الجديدة اللي باش يدخلوا حيز الاستغلال من هنا حتى النص العام الجاي. معانا سي صالح السويسي مراسل EFM في المنستير، هو اللي باش يعطينا بسطة على الموضوع. بعد ناخذوا معانا سي فتحي فقيرة اللي هو مدير المستشفى الجهوي محمد بن صالح في المكنين. سي صالح سويسي صباح الخير. صباح النور والنوار، نهاركم جميل الناس الكل، وتحية ليكم وللي يسمع فينا الكل. مرحبا بك ولا ديجيتال، عايشك. مرحبا بك في EFM معنا في الماتينال ويكاند. ايش جديد يجينا من المستشفى الجهوي بالمكنين؟ شنو عنا؟ بالضبط، هو احنا كنا مشينا للمستشفى، عملنا زيارة وصورنا الغادي. دونك فما احداث ثلاثة مشاريع جديدة، ثلاثة اقسام جديدة في المستشفى الجهوي محمد بن صالح في مدينة المكنين في ولاية المستير. وعلى فكرة هو المستشفى هذا يقدم خدمات لعدد كبير من المواطنين، سواء مدن المكنين وطبلبة والبقالفة أو الأرياف اللي تابعة مدينة المكنين واللي هي ما شاء الله برشا يعني. فالخدمات نتاعو تهم عدد كبير من المواطنين في الجهة. دونك الثلاثة أقسام جديدة عندنا القسم اللي باش نسميهم، والتفاصيل طبعا باش يكونوا مع سي فتحي اللي هو مدير المستشفى. اي بالضبط. دونك القسم الاول هو قسم الطب الفيزيائي تقويم الاعضاء والتاهيل الوظيفي، وقسم طب الاسنان وفيه وقسم الانعاش الطبي. لكن الحاجه الباهيه في قسم طب الاسنان اللي باش يبدا بثلاثه كراسي وباش يكمل بعشره كراسي، وفي قسم خاص طب اسنان الاطفال. وحاجه اخرى بالضبط، وحاجه اخرى في بالنسبه لطب الاسنان، اول باش يكون في معناها المستشفى الجهوي في المكنين اول مخبر لصناعه اظن قاعد نلوش في الكلمه، اول مخبر رقمي في تونس على مستوى المؤسسات العمومية لصنع بدائل الأسنان. بدائل الأسنان بالضبط، هذا أول مخبر رقمي على مستوى الجمهورية في القطاع العمومي طبعا. وهذا مهم جدا، وباش يشرف عليه حسب ما قالنا سي فتحي، باش يشرف عليه أستاذ جامعي مبرز في الاختصاص. زاد ثم حاجة أخرى في نفس المستشفى، هو
آلة السكانير اللي باش تكون قريب زادة موجودة في المستشفى هذا، وهي مهمة برشا لأنه باش تخفف العبء على المسير وقت الرهلال، لأنه الحق لازم يكون فم آلة سكانير أخرى في ولاية المسير، فهذه بشرة أخرى زادة يضيفها في فتح للمواطنين ولل للناس اللي معناها تستنفع من المؤسسه هذه. اكيد اكيد، يعطيك الصحه سي صالح. كما قلت معنا سي فتحي فقيره مدير المستشفى الجهوي محمد بن صالح بالمكنين، باش يحكينا زاده كيف على الاقسام هذه، ثلاثه اقسام جديده بخلاف السكانير زاده اللي باش تكون موجوده، احداث ثلاثه اقسام جديده في المستشفى. سي فتحي صباح الخير. صباح النور. صباح النور سيده شيهان، صباح النور الساده المستمعين. مرحبا بك سي فتحي على اي فام. بن فقيره مدير المستشفى الجهوي بالمكنين. اذا الحقيقه نحب نقدم المؤسسه بصفه بطريقه عاجله، دونك المستشفى الجهوي بالمكنين فيه يضم 10 اقسام، هي مستشفى جهوي صنف باء، ولكن كما تعرف المستشفيات الجهويه صنف باء هي معناها ضم الاقسام الاساسيه كيف ما الجراحه، كيف ما الطب الاستعجالي، الطب الباطني، طب الولدان، والامراض النساء والتوليد. اليوم ولا يضم 10 اقسام استشفائيه، مشي كان التوجه نحو الانفتاح على كليات الطب وطب الاسنان والصيدله، معناها في ولايه المنستير ولايه معناها طبيه بامتياز الحقيقه. أيه. مدينه طبيه بامتياز صحيح، لان موجود فيها الكليات والكل، دونك كان الانفتاح على هذاك، وتم تعزيز المستشفى خلال سنه نهايات 23 وسنه 24 بخمسه اطباء استشفائيين جامعيين. دونك هم معناها فيهم الاساتذه الاستشفائيين، فيهم اساتذه مبرزين، وفيهم مساعدين استشفائيين. اذا الاقسام والمواليد الجديده معناها في المستشفى الجهوي بالمكنين هي خاصه منها قسم طب الاسنان، واللي هو كنا قبل نخدم بوحده لطب الاسنان ضمن ثلاثه كراسي. اليوم ان شاء الله عندنا قسم طاقة الاستيعاب نتاعو 10 كراسي كما تفضل سي صالح. أيه. وهم مسجل وشاف وعاين معناها على الميدان والكل. أيه. معناها جدا هذايا حتى في معناها المريض اللي يجي ما يقعدش يستنى برشا، مش كيما ثلاثة كراسي كيما 10 هكا ولا لا. معناها حاجة طبيعية. فوالا. معناها الجيستيون تاع التصرف. أيه. المواعيد وغيرها تكون أسرع وتكون فوالا. وأسرع والخدمات تكون زادة معناها سبيشاليزي، و النجم ناخذ المريض من الاول للاخر معناها باش يخرج من عندنا من غير توجيه لمساحه طب الاسنان وما الى ذلك. انتهزنا الفرصه في الحقيقه في الوقت اللي جاء معناها معنا استاذ استشفائي جامعي دكتور منصف مزين. معناها هو معناها تكليفه تم تكليفه برئاسه القسم هذايا، هو مختص في بدائل الاسنان، قلنا علاش لا باش يكون من عندنا مخبر في بدائل الاسنان. معناها يعني صنع وتركيب الاسنان، ويكون معناها بالطبع ويكون بالطبيعه معناها مخبر على معناها حديث بالمواصفات الحديثه لبدائل الاسنان، وهو وتمت الموافقه معناها من قبل مصالح وزاره الصحه والمصالح المركزيه. أيه. مشكوره جدا الحقيقه في تحقيق الاعتمادات. أيه. الكافيه باش معناها الاقتناء جميع المعدات والتجهيزات الخاصه بمخبر باش تنجموا تجهزوا بها المخبر هذايا لبدائل الاسنان. وان شاء الله باش نوقع نشر معناها الاستشاره يوم الصفقه هي بليتو يوم امس. وان شاء الله تكون معناها اجالنا في الحصول على المعدات هذه والكل معناها ان شاء الله تكون قبل موافقه السنه الحاليه، يعني بدايه سنه 2025 في شهر 2025 يكون المخبر كل شيء فيها وتم زاد كيف ما تعرف معناها دائما وابدا وقت اللي نقولوا فما احداثات جديده ديما نخموا برشا في الموارد البشريه. أي. الموارد البشريه في الخاصه بالقسم هذا حاليا عندنا عدد اثنين اطباء صحه، اطباء اسنان صحه عامه، عندنا زوز استشفائيين جامعيين استاذ في الطب في طب الاسنان سامعوني، و استشفائي جامعي معناها في طب الاسنان للاطفال، وهذا معناها تعرف مشاكل الصغيرات في صحيح. وقت اللي ناخذوا معناها بطريقه بريكوس صحه معناها الفم والاسنان حاجه مهمه برشا للصغيراتنا والكل. دونك معنا هذا حاليا الاعداد وكما تعرف وقت نقولوا معناها اللي هو استشفائي جامعي، دونك هو انترا
زاد للتكوين، هو معناها استعد للتكوين للأطباء الشبان والكل. اليوم معنا مع هذاك 6 أطباء داخليين متربصين في طب الأسنان ومعناها باشر وبصفة فعلية إن شاء الله. فما طبيب مقيم في طب الأسنان زاد في اختصاص تركيب الأسنان باش يكون معنا في القريب العاجل، تم تخصيصه زاد كيف كيف المستشفى هذا. ويمكن فما طبيب، فما وعود جدية من كلية طب الأسنان الحقيقة، تعاون كبير وتكامل كبير بالمؤسسة الصحية. إذا كيف كيف يمكن مش يكون معنا إن شاء الله طبيب في اختصاص جراحة الأسنان، وكذلك حسابنا في حتى في البنية التحتية والهندسية للقسم هذا، باش يكون معناها ثم اختصاص في اختصاص جراحة الأسنان، يكون قطب متكامل. تعرف مدينة المكنين هي مش مدينة بركة، هي المعتمدية المكنين فيها 96,000 ساكن، يضاف لها بلبة والبقالة، هذا كقطب نحكيه حتى في سياسة الخارطة الصحية الجهوية بالمنستير المستشفى الجهوي. الكل يتبع المستشفى الجهوي. هو 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 معناها مؤسسة مرجعية للقطب الطبي الثالث، خاطر نحن تم تقسيم سياسة أقطاب باش تكون الخدمات متاعنا متكاملة وفما تكامل وتجانس في الخدمات الصحية، وما يكونش تفريق للطاقات، واحد لهنا واحد غادي نجم ما يخدموش بالباهي وقت اللي يتم ضم الأقسام، معناها في كل فرد وحدات تتنمك على فرد أقسام، دوك معناها تكون القدرة على معناها التكفل في بالمرضى في ظروف أحسن وخير. سي فتحي، هذا فيما يخص المخبر الرقمي لصنع بدائل الأسنان. الأقسام زوز الأخرين شنو؟ الأقسام الأخرى وهي معناها مهم جدا جدا اللي هو راهو باش يكون، تعرفوا احنا مرت الصحة وعندنا مثال ديما تأخذ إشكاليات في شهور أسرة للمرضى الحالات الحرجة ومرضى الإنعاش وخاصة منهم الإنعاش الطبي. اليوم كيف كيف عندنا مشروع إحداث قسم للإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي. هذا زاد مهم جدا. هذا تعرفوا معناها قيمة الإنعاش الطبي، كل زاد الإنعاش الطبي وغيره. هو مشروع كبير في المستشفى باش يكون عندنا إن شاء الله معناها قسم للإنعاش الطبي. بداية الأشغال التهيئة نتاع الفضاءات تقريبا 250 متر مربع في القسم هذايا، أشغال التهيئة بدأت، تنتهي الأشغال التهيئة الهندسية معناها البنية التحتية للقسم هذا إن شاء الله قبل مواصلة السنة الحالية. كيف كيف معناها مش تنطلق، انطلقت هي الدراسات واستكملت الدراسات الفنية للسوائل الطبية للكهرباء للشبكات الكهرباء كما تعرفوا مو قسم فني ميديكال. دونك كيف كيف هذا زاد معناها بشوكة نشر الصفقات الخاصة بهم كل واحدة على خاطر اثنين معناها نشر المعدات والتجهيزات لقسم الإنعاش الطبي. تم الاتفاق مع وزارة الصحة معناها المصالح المركزية لوزارة الصحة والموافقة على إدراجها في برنامج خصوصي على ميزانية 2025 إن شاء الله تطلع في قانون المالية في موافقة السنة الحالية. وتكون معناها إن شاء الله نقول هكا ليزي استيماسيون تاعنا تكون عندنا في في أواسط السنة المقبلة معناها 25 نص سنة 2025 نص سنة 2025 باش يكون معناها عندنا قسم للإنعاش الطبي بطاقة استيعاب 6 أسرة. كيف كيف راهو زاد الموارد البشرية انطلقت ومعنا حاليا استاذ مبرز في الانعاش الطبي معناها زاد كيف كيف فما نقله نتاع طبيب اخر معناها في الانعاش الطبي استشفاء جامعي يعطيكم الصحه سي فتحي ان شاء الله معناها زاد كيف كيف اجيت شويه اجراءات اجراءات النقل القسم الثالث معناها هذا القسم الثالث اللي هو القسم التاهيل الوظيفي قسم معناها الطب الفيزيائي والتاهيل الوظيفي هذا قسم متكامل وتقويم الاعضاء نعم هذا كيف كيف مهم برشا القسم هذا دونك القسم هذا جاهز من البنية التحتية جاهزة القسم جاهز ماتريال موجود معنا معناها بطبيعة الحال الباراميديكو الحقيقة موجودين زاد كيف كيف متكامل معناها هذا وقتاش يدخل حيز الاستغلال ان شاء الله بالنسبة للقسم هذا في خلال الشهر الحالي هذا معناها كل شيء جاهز ماتريال جاهز معناها قطع ربط نتاعها شبكات الشبكة نتاع الريزو معناها نقولوا نحن الانترنت اللي تسجل المرضى والكل
هذيك الحاجه الوحيده. سي صالح السويسي، سي صالح السويسي مراسلنا زاد كيف حكينا على اله سكانير اللي باش تكون موجوده. وقتاش ما تعرفوا وقت اللي نحكيوا على انعاش طبي واقسام، معناها كيف راه عندنا زاد قسم للطب الباطني متعدد الاختصاصات، قسم جراحه، قسم امراض النساء والتوليد وغيرها، لابد من تطوير الطبق الفني بصفه موازيه. معناها كنا نحكموا على تطوير المخبر، المخبر التحاليل الطبيه اللي هو اللي يعمل قام كبيره من التحاليل، تقريبا اغلب التحاليل ما عادش يوقع فيها توجيه للمستشفيات الجامعيه. لابد من تطوير قسم الاشعه، وهذا كيف معناها تم معناها ترسيم تركيز آلة السكانير في مستشفى جهوي بالمكنين، وإن شاء الله تكون بطبيعة الحال اقتناء مركزي هي وزارة الصحة عن طريق وزارة الصحة، وباش تكون مركزة في خلال سنة 2025. اللوكال جاهز تقريبا في شويه اميناجمون، لكن الصاله واللي هي تتطلب البلومباج والمصاريف الكبيره والربط بالكهرباء والى ذلك، هذاك بكل يعني جاهز. تكون الاله ان شاء الله فونكسيونيل بدايه 2025 نقولوا. لا نتصور في وسط 2025 ان شاء الله مع وجود بطبيعه الحال طبيب للاشعه والكل. ثم مولود اخر، ثم مشروع اخر مهم وكبير برشا، واللي هو قسم لتصفيه الدم. قسم تصفيه الدم باش يكون بطاقه 12 سرير معهم 2 الات، معناها 12 اله ومعهم 2 الات للحالات الاستعجاليه وحالات العزل، دونك 14 اله. هذا معناها باش يوقع نشر اللي تمت دراسته الفنيه كامله، تمت المصادقه على على المثال الهندسي على غيره، وكل معناها كامل متكامل ان شاء الله باش يوقع تنزيل الصفقه من طرف ولايه المونستير، يعني اعتمادات محاله للمجلس الجهوي، دونك باش يكون هذا كيف معناها باش تخرج هالايام هذه ان شاء الله. يعطيك الصحة سي فتحي بن فقيرة مدير المستشفى الجهوي محمد بن صالح بالمكنين على المعلومات هذه الكل اللي عطيتهالنا، حاجة تفرح برشا. أحداث 4 أقسام بالمستشفى الجهوي بالمكنين اللي هو مخبر رقمي لصنع بدائل الأسنان، كيف ثم أقسام أخرى كما القسم الطبي الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي، قسم الإنعاش الطبي، وقسم آخر لتصفية الدم، مع وجود آلة سكانير إن شاء الله تكون تبدأ موجودة وفونكسيونيل في وسط سنة 2025، يعني ما عادش برشا وقت. هذه أخبار باهية توصلنا من المكنين. مشكور برشا سي صالح السويسي مراسل إيفام في المنستير، هو اللي مدنا بالأخبار الباهية هذه، أخبار اللي ما تنجم كانت فرحنا كيف نشوفوا حالة المستشفيات متاعنا والتشكيات متاع المواطنين، وجينا أخبار من المكنين توصل تقول لنا اللي فما أحداث لأقسام جديدة وإلا زيادة في عدد الكراسي وعدد الأسرة في قسم الإنعاش والكل. على كل هذا كان الأخبار اللي وصل لنا اليوم في أخبار الجهات. خبرنا اليوم جينا من المكنين. احنا وصلنا معكم لسبعة وواحدة وخمسين دقيقة، نعملوا ترتيحة بالموزيكا، نسمعوا الأخبار ونرجعوا في الماتينا الويكاند. EFM EFM ماتينال ويكاند، جيال بن عبد الله على EFM أحلى راديو. EFM أحلى راديو، 8:15 دقيقة، أنتم تسمعوا في الماتينال ويكاند معاكم. كنا من 7 متاع الصباح ومواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الصباح، ومازلنا في إطار الحديث على الجهات والولايات والأخبار الزينة اللي موجودة في الولايات متاعنا. نمشيو من المكنين اللي حكينا عليها قبيلة، نمشيو طوى نعملوا طلة على القصرين اللي باش ينطلق فيها موسم جني الزيتون نهار 15 نوفمبر الجاي، والصابة السنين إن شاء الله للموسم الفلاحي هذية صابة معتبرة وأكثر من العام اللي فات. توا تعطينا أكثر تفاصيل جيهان نصري مراسلة إيافام في القصرين، معانا مرة أخرى جيهان. صباح الخير جيهان. صباح
صباح النور جيهان بيك وكل مستمعي ومشاهدي راديو اي اف ام. عايشك جيهان، مرحبا بيك في الماتينال ويكاند. انت معنا عنصر قار في الماتينال ويكاند، مرحبا بيك. عايشك يا جيهان. بطبيعه نحن نحاول ديما معناها نسلط الضوء على اخر الاخبار في ولايه القصرين والاحداث ايضا، ونعمل متابعات يعني حتى للاخبار اللي كنا غطيناها في على راديو اي اف ام، سواء يعني في البرامج ولا في الموقع. وهنا موجودين ان شاء الله باش نكونوا صوت الجهة في تونس إن شاء الله. يعطيك الصحة جيهان، ليك ولكل مراسلي إي إف إم في الولايات الكل على الخدمة اللي قاعدين تخدموا فيها. كما قلت قاعدين توصلوا في صوت الولايات متاعكم. يعطيكم الصحة على الخدمة اللي تخدموا فيها الكل. ألوغ نحكيو على موسم جني الزيتون اللي باش ينطلق إن شاء الله نهار 15 نوفمبر، صحيح؟ فعلا كما ذكرت هو موسم جني الزيتون باش ينطلق في ولايه القصرين نهار 15 نوفمبر المقبل، حسب ما افاد به رئيس مصلحه حمايه النباتات بالمندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه مختار العلاقي لراديو اي اف ام. مختار العلاقي ايضا اكد انه توقعات الصابه في ولايه القصرين للموسم هذا ان شاء الله باش تكون 70,000 طن بزياده 20,000 طن مقارنة بالموسم الفارق اللي تم فيه جني قرابة 50,000 طن. يعني فما زيادة في الصابة جيهان مقارنة بالعام المنقضي، زيادة في الصابة ب 20,000 طن، هكا ولا لا؟ زيادة في الصابة ب 20,000 طن على يوم الصابة 50,000 طن العام هذا. إن شاء الله التوقعات باش تكون 70,000 طن، إن شاء الله ربي يوصل للسالم إن شاء الله. يعني إرجاع أسبابها أساسا لارتفاع مساحات الغابات الصحوية للزيتون في ولاية القصرين، وبالإضافة إلى أن الأمطار الغزيرة والمكثفة يعني اللي شهدتها الجهة خلال الفترة الفارطة كانت بطبيعة معناها عندها تأثيرات إيجابية كبيرة على غابات الزيتون وعلى موسم الزيتون وعلى إنتاج المادة هذه. كما كنا نحكوا على المساحات السقوية جهال، نقول أن المساحات السقوية في ولاية القصرين هي زاد بدورها شهدت ارتفاع بحوالي 20%، عاملة وهي كانت 30% من النسبة الشمولية للمساحات أو للغابات الشمولية في الزيتون، والموسم هذا باش تكون بنسبة 50% من المساحة الجملية. بطبيعة نحكو على المساحات السقوية والري قطرة قطرة. أيضا رئيس مصلحة حماية النباتات أكد لراديو إي إف إم أنه المساحة الجملية لغابات الزيتون تقدر ب 95,000 هكتار فيها 8 ملايين أصل، منها 49,700 هكتار هي مساحة بعلية أي ما يمثل 52%. يعني نحن عندنا نسبة 52% هي مساحة بعلية، والبقية معناها قرابة النصف يعني شوي هي مساحة سقوية. وتحتل معتمدية سبيط لمن ولاية القصرين المرتبة الأولى من حيث الإنتاج، وتليها معتمدية مجلب العباس وفريانة والقصرين الجنوبية. جيهان يعطيك الصحة جيهان على المعلومات اللي عطيتها لنا على موسم جني الزيتون. وانت تحكي معانا جيهان، سليم في ديجيتال حطنا تصويرة الزيتون، تصويرة تنعش القلب هكا. الزيتون أخضر ومن وراه شجر أخضر على الأخر. حسب رأيك مدام الصابة سنة معناها فيها زيادة بعشرين ألف طن بغابور العمناول، زعما سوم الزيت عندك شي فكرة على سوم زيت الزيتونة سنة؟ هي التقديرات لسوم زيت الزيتونة باش تكون بين 24 دينار و 25 دينار، لكن حقيقة الأسوام نحن معناها ديما ما عندناش عليها فكرة أساسية ولا رسمية إلا ما يبدأ الإنتاج، إلا ما يبدأ البيوع. فما نقطة أخرى جين حبيت نحكي فيها، إنه في العادة ما نتحق يعني بنت المنطقة ونواكب يعني كل عام في موسم جني الزيتون وكل شيء، يعني هو الموسم الطبيعي لجني الزيتون ماهوش وقته هذا، هو الموسم يعني للوقت الطبيعي للجني يعني بداية ديسمبر جان في يعني في الأشهر هذوك. مال علاش السنة؟ التغيرات المناخية، بسبب التغيرات المناخية معناها بفعل برشا حاجات يعني تم تقديم قدم. يعني موسم جني الزيتون كانت تلاحظ جين حتى في الصور اللي بعض فلان الإيافات فما كعبات زيتون تحس مليفين من هكا شوية، يعني هذاك خاطر الزيتون بدا يطيح يعني من الشجرة، هذاك علاش فما
في مناطق اخرى مش في ولايه القصرين لحد الان، ما فهمناش في ولايه القصرين، لكن في جهات اخرى المصالح الجهويه دعات الفلاحين للتسريع في انطلاق موسم جني الزيتون، باش الزيتون هذاك ما ينتجش وما يذبلش. طبعا هنا ديما على هذا يبقى ديما مثلا المختصين هم عندهم راي وعندهم حكم على الظاهره هذه، لكن ديما نقولوا التغيرات المناخيه معناها التغيرات المناخيه هي اللي تحكم وقتاش ينطلق موسم جني الزيتون. طبعا طبعا التغيرات المناخيه هي بدات تحكم حقيقه المشكل في موسم جني الزيتون في كل شيء خاصه فيما يخص الفلاحه، لكن ان شاء الله ربي يوصل بالسالم الصعبه هذه في تونس الكل ان شاء الله، ومعناها ونشوفوا تقديرات كبيره باراطور عام ناول من صعوبه انتاج الزيتون في تونس. يعطيك الصحة جيهان نصري، الحقيقة خبر زادة كيف كيف يفرح يجينا من القصرين، يعطيك الصحة على المعلومات اللي عطيتها لنا الكل. حكينا على موسم جني الزيتون في القصرين اللي ينطلق نهار 15 نوفمبر كما كنتوا تسمعوا في جيهان قالت، اللي نورمالمون موسم جني الزيتون يكون في ديسمبر ويتواصل حتى الفيفري، لكن بفعل التغيرات المناخية تم تقديم انطلاق موسم جني الزيتون وان شاء الله ينطلق نهار 15 نوفمبر. والصابة في الموسم الفلاحي متاع السنة تقدر ب 70,000 طن، يعني أكثر بحوالي من 20,000 طن مقارنة بالعام الماضي اللي كانت الصابة فيه 50,000 طن. كيف كيف جيهان نصري مراسلة إيافام في القصرين قالت لنا اللي راو معتمدية سبيتلا هي اللي تحتل المرتبة الأولى جهويا في إنتاج الزيتون، بعدها تجي معتمديات القصرين الجنوبية فريانة وماجل بالعباس. على كل إن شاء الله يا ربي موسم جني الزيتون كما قال جيهان ربي وصل بالسلام، إن شاء الله يتعدى سلامات، وإن شاء الله الصابة جينا كلها خير في خير، وبعد صابة الزيتون تجي إن شاء الله صابة زيت الزيتون كيف كيف، وإن شاء الله زيد الأسوام السنة تكون مرفقة شوية وتكون في متناول الناس الكل يا ربي، كهكاكا نشبع الناس الكل بزيت زيتونة اللي هو من عوايدنا، راهو زيت الزيتونة من عوايدنا، والعائلات التونسية الكل تاكل زيت الزيتونة وتستعمله حتى زيت كيف كيف الطيب به. احنا وصلنا ل 28 دقيقة في إيافام أحلى راديو، انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند، مازلنا معاكم هذه ساعتنا الثانية. بعد شوية يلتحق بينا بسام القبني باش يحكينا على شخصية من شخصيات تونس اللي نقدروها ونقتديو بها، نعملوا ترتيحة بالموزيكا في الماتينال ويكاند وراجعين. كل سبت وحد ماتينا الويكاند من 7 للـ10 متاع الصباح على إيافام أحلى راديو. ماتينا الويكاند على إيافام أحلى راديو 8:31 دقيقة، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تسمعوا في الماتينا الويكاند اللي التحق بها بسام توا، بسام القبني. صباح الخير بسام. صباحكم ورد، صباحكم فرحة، إن شاء الله أيامكم كلها خير ورزق وبركة، إن شاء الله ربي يعطيكم القبول ومحبة الرسول، وإن شاء الله تعديوا نهار مزيان كما الشميسة التويكة اللي قاعدين نشوفوا فيها، وإن شاء الله أيامكم كلها فرحة وخير يا رب. الشميسة اللي قاعدة تطل من تحت خاطر مغيمة شوية زادة الدنيا كمان، أما فما شميسة قاعدة تطل، أنا نغزروا لها إن شاء الله نهاركم دافي يا ربي بالمحبة تغمزت الكل ولا. بي أنا نحبكم ديما مستمعينا تركزوا معنا في الروبريك هذية متاع بسام، على خاطر كل مرة يحكينا على شخصية من شخصيات تونس العزيزة، شخصية ساعات فما شخصيات نعرفهم، ساعات شخصيات ما سمعناش بهم قبل، لكن هما ساهموا في بناء الدولة التونسية ولا حتى قدموا بها هكا ولا هي بس صحيح جهين. وشخصية اليوم اللي هي بالحق ذكرتها الوقت البارح وانا قاعد كي نقرا جيك الالهام، اي لا قاعد بالحق جاني الهام وقاعد نقرا في جريده، وفي الجريده هذه نلقى فيها مقال يحكي على حكايه من النوع اللي باش نحكيوها تويكا، وتفكرت بروف ربي يذكره بالخير، بروف فيزيك قراني عام تروزيماني
احكي لنا على الشخصيه هذه. اي وشنية اللي عطات الشخصيه هذه وشنية الحاجات اللي قدمتهم الشخصيه هذه عليها ذيك؟ قلت علاش ما نحكيش عليها خاصه معني مش برشا الشخصيه هذه ما يعرفوهاش برشا. اي نضمن لك اللي بالحق ما يعرفوهاش برشا. تصور 70% من التونسي ما يعرفوهاش. صحيح. اللي بالحق ما يعرفوها كان الناس المختصين في المجال اللي نحكيوا عليه. دونك فرصه بسام باش انت تحكي لنا عليها الشخصيه هذه وتعرفنا عليها. كما قلنا جيهان شخصيته الصبحيه لليوم السبت 12 اكتوبر 2024 من مواليد 21 مارس 1931 توفى في 13 اوت 2009 عن عمر 78 سنه الله يرحمه. هو عالم ذره تونسي تحصل على الدكتوراه في الفيزياء سنه 1959. شخصيتنا هي العالم البشير التركي. معناه اليوم باش نحكيو على عالم ذره تونسي. عالم ذره تونسي في تونس. عالم ذره تونسي. اي ونشط في برشا بلايص وخدم في برشا بلايص وخدم يعني في بريسك كما نقولوا في العالم الكل بريسك. شخصيتنا لليوم قرات في المدرسة الصديقية تونس العاصمة ولد الصادقية يعني. ونجح الباك عام 1950 ومن بعد سافر لفرنسا وين خذي غادي الإجازة في الرياضيات والفيزياء ومن جامعة تولوز خذي عام 1954 وخذي شهادة مهندس من المدرسة القومية للمهندسين بتولوز في 56 ومن بعد خذي الدكتوراه في العلوم الفيزياء النووية بجامعة باريس عام 1959. أما باش نرجع بيكم طويكة شوية العام ما بين عام 56 و59 وين شد منصب المساعد لرئيس المؤسسة الفرنسية للطاقة الذرية وخدم في المعهد القومي للبحوث النووية وخدم زادة في المركز الأوروبي للبحوث النووية في جنيف. وفي عام 1966 كان نائب لرئيس مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. لاحظوا اللي لهنا شد يعني في بلايس كلها خارج تونس وشد في بلايس كلها في بريسك في بلولاسا. لكن مش هذا بركة، العالم بشير التركي كانت ليه برشا مساهمات علمية. كيفاش؟ يا سيدي عام 1960 ساهم في تأسيس مجلة التجديد وكان هو أمين الماء. وفي نفس العام شارك في تأسيس الجامعة التونسية. وفي 63 ترأس المركز العربي لتطبيق النظائر المشعة في القاهرة. وفي 69 تم انتخابه رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنمسا. وعام 1973 تعين رئيس مدير عام للمؤسسة الليبية للطاقة الذرية ومؤسس مركز تاجورة للبحوث النووية. بالرغم هذايا ما نساش بلاده وجيل تونس وين أسس مخبر الفيزياء لكلية الطب بتونس وهذايا عام 1975. لكن العالم بشير التركي يا جيهان انشر ما يقارب 100 دراسة علمية وكتاب علمي وكتب زاد ما حوالي 100 عدد في المجلة العلمية العلم والإيمان وشارك في عدة مؤتمرات علمية وإسلامية. هذا هو العالم بشير التركي التونسي الدكتور في العلم في الفيزياء النووية. أي يعطيك الصحة بسام. نعرفك أنت بسام تحب تحكي كان على الحاجات الإيجابية في مسيرة الشخصية اللي تحب تحكي عليها اليوم. لكن زيدا نذكره اللي سي البشير التركي الله يرحمه, تعرض لعدة محاولات اغتيال. أي معناها محاولات اغتيال في برشا دول من اللي ذكرتهم اللي خدم فيهم بما أنه عالم ذرة. كيف وكيف أي عالم ذرة معني طوى تسمعها ومثلا برشا حوادث متاع طائرات راهو تجي تثبت شكون اللي فيهم تلقى فيهم علماء متاع ذرة وطاقات نووية والكل وتصير المحاولات. كما قلت انت جيهان انا ديما نحب نحكي على الجانب الايجابي للشخصية اللي باش نحكيو عليها في كل صبحية. لكن هو ديجا كمثال باش نحكيو على العالم والدكتور بشير التركي اللي هو ما لقاش الحظ في تونس اللي تفصل العديد من المرات من المناصب نتاعو. هذاك علاش يمكن القى
روحوا أكثر في الدول العربية والدول الغربية زي كيف الأوروبية استعرفوا بها أكثر وشد أكثر مناصب من اللي شد من اللي شدهم في تونس، وين كان كل مرة يشد بوست وبعتلي هو بريسك في تونس ما شدش برشا خاطر هاني قلت لك صارت له كما نقول احنا مذايقات، تعرض العديد من المظالم أي وتعرض برشا مظالم وكذا، لكن خلى البصمة متاعه وخلى أكيد. بالحق مادام نحكيو عليه اليوم أي وبالحق خلق برشا حاجات جديدة. وانت يوصل يكتب يعني مثال 100 دراسة علمية وكتاب علمي وينشر أكثر من 100 عدد في مجلة، يعني حاجة بالحق كبيرة برشا وحاجة يحكي عليها تاريخ ويحكي عليها الناس الكل. والتوى يعني الناس اللي في الدومين متاع الفيزياء والذرة قاعدين يرجعوا للمراجع متاعه والمؤلفات متاعه قاعدين ياخذوا منهم وقاعدين يكتشفوا منه. وسيرتو يعني في البريود اللي عاش فيه هو صعيب باش نلقاو انسان كومبيتون كيفه هو بالكفاءات اللي عنده بالحاجات اللي عنده يعني في الوقت هذاك هو حتى التوى معناها، لكن بالاخص في الوقت هذاك مش كل يوم شبنا عندك عالم ذره معناها بتبيعه خاصه ما عندكش يعني كما نقول الوسائل المتاحه انك فريمون باش نجم تعمل الريسيرش نتاعك وتخلق حاجات مش كيما توا معناها القرايه اسهل يمكن صحيح صحيح. يعطيك الصحة بسام اللي حكيت لنا على شخصية سيل بشير التركي اللي للأسف مش معروفة برشا ما يحكيوش عليها برشا برشا ديجا حتى كي عملت على ريسيرش على الفيسبوك يعني خاطر باش تشوف الفيسبوك اسمك حكينا عليه وكذا ما لقيتش فريمون شكون حكى عليه لا راديوات ولا تلفاز جملة يعني ما فماش بالحق ناس قاعدة تحكي. هو للأسف الشخصيات كيما هكايا والناس اللي كيف هكي ما هيش قاعدة متداولة برشا خاطر تويكا ولينا نعيشوا في مجتمع اللي صعيب برشا انه باش يعملوا شيش على ناس عاملة امباكت كبيرة في التاريخ وإلا في العلم وإلا كان جيت ما نعرفش انستغراموز ولا تيك توكوز وقتها يمكن نجمو بالحق يمكن كان تسأل توا مراهق ولا شاب ولا تقوله مثلا شكونو سيل بشير التركي ما يعرفوش باغ كونتخ كان تسألوا على شنو صاير ولا شنو العركة اللي صارت بين فلان أو فلان في الانستغرام ولا في التيك توك نجم يجاوبك. وهذا الموضوع اللي باش نحكيو فيه من بعد بسام هكا ولا لا باش تحكي لنا على شنو من بعد؟ من بعد باش نحكيو على مواقع التواصل الاجتماعي والتيك توك وكذا، لكن من جانب نفسي اللي باش نشوفه توي كان نحاولوا انه نعطيو نصائح للاولياء وللناس حتى اللي تستعمل في المواقع هذه، وباش نحاولوا نحللوا الجانب النفسي للمستعملين اللي يستعملوا في المواقع برشا معناها خاطر فما برشا عباد ولات أديكت يعني ما تنجمش تستغنى أي ولينا زيد نشوفه في حاجات اللي هي بيزار نوعا ما برشا حاجات بيزار وكذا، لكن هذه تخلوها نحكي فيها من بعد في ساعتنا الثالثة من الماتينال لويكاند. احنا وصلنا معكم ل 48 دقيقة بسام جاب حذينا بسام القبني حكينا في شخصية الصبحية على سي البشير التركي. نعملوا ترتيحة بالموزيكا وراجعين في الماتينال. كل سبت وحد ماتينا الويكاند من 7 للعشرة متاع الصباح على إي إف إم أحلى غاديو 8:48 دقيقة على إي إف إم أحلى غاديو. مزلتوا تسمعوا في الماتينا الويكاند والحقيقة حبيت لمسة وفاة نحكيها اليوم لروح المخرج التونسي ولد باب سويقة المخرج شوقي الماجري اللي تولد نهار 11 نوفمبر 1961 وغادرنا نهار 10 أكتوبر 2019 شوقي الماجري اللي هو مخرج تلفزي وسينمائي تونسي قام بإخراج العديد من الأعمال التلفزية والسينمائية السورية والعربية والعالمية. بعد التخرج متاعه شوقي الماجري أخرج العديد من الأفلام القصيرة كما فيلم لا بوست، ذا سميل اوف اسلام، اورليانو وكليت سول. الافلام هذيا نجحت وهي اللي خليته يكون مطلوب برشا من قبل العديد من المنجين. وهوني تخلي عالم الدراما من الباب الكبير واخرج العديد من المسلسلات المعروفه واللي شاهدناها الكل وحبيناها هي كلها من اخراج المخرج التونسي شوقي الماجري. نذكر منها تاج من شوق عام
عام 98، عمر الخيام عام 2002، الأرواح المهاجرة عام 2002، المسلسل هذايا اللي خذا شهرة كبيرة على الأخر، الأرواح المهاجرة، الطريق الوعر، أبناء الرشيد، الاشتياح، اسمهين، أبو جعفر المنصور، هدوء نسبي، يعني برشا برشا مسلسلات. حلاوة الروح زادة كيف كيف هو اللي أخرجوا عام 2014. في السينما خدم مملكة النمل عام 2012، تحصل على العديد من الجوائز كيما جائزة أدونيا عام 2014 وثمانية كأفضل مخرج على مسلسل اسمهين. كيف كيف نفس الجائزة يتحصل عليها عام 2009 كأفضل مخرج لمسلسل هدوء نسبي، وجائزة الإيمي كأفضل مسلسل أجنبي على مسلسل الاشتياح. الله يرحمه شوقي المجري، غادرنا نهار 10 أكتوبر 2019. حبيت نترحم عليه، وكيف كيف نتوما اللي تسمعوا فينا تترحموا عليه، خاطر قدمنا العديد من الأعمال التلفزية والسينمائية اللي استمتعنا بها الحق، ومازالت إلى حد الآن برشا فيكم يتفرجوا فيها ويتفكروه بها، الله يرحمه ينعمه. احنا وصلنا معاكم ل 8:51 دقيقة في الماتينال ويكاند، ارتاحة بالموسيقى، نسمع الأخبار متاع التسعة ونرجع في ساعتنا الثالثة والأخرى من الماتينال ويكاند. يفهم يفهم ماتينال ويكاند، جيال بن عبد الله على يفهم أحلى راديو، على يفهم أحلى راديو. 9:13 دقيقة، مازلتوا تسمعوا معنا في الماتينال ويكاند، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. إذا كان التحقتوا بينا طور، أنا كنا معكم من 7 متاع الصباح ومواصلين بقدرة ربي حتى للعشرة متاع الصباح معكم في الماتينال ويكاند. الحقيقة بحذية زوز ضيوف، مرحبا بكم، بحذية سي سليم العياري وسي سمير البريكي، مدربين إسعافات أولية، باش نحكيو معاهم على اليوم العالمي للإنعاش القلبي الرئوي اللي هو يصير في شهر أكتوبر، وموجودين بحذينا اليوم باش يحكيونا على ليفينمون اللي باش ينظموه إن شاء الله في تبرقة يومي 19 و20 أكتوبر. سي سليم صباح الخير. صباح النور جهاد، مرحبا بيك، نورتنا في إيفان ولد الدار، أنت مش أول مرة تجي بحذينا، مرحبا بيك. دونك باش نحكيو على اليوم العالمي للإنعاش القلبي الرئوي، وشنو التظاهرة اللي نتوما باش تعملوها في تبرقة؟ شكرا للاستضافة جيهان. مرحبا. كما انت حكيت وحنا ولاد الدار، كل ايفينمون وتظاهرة تخص الإسعافات الأولية نجيو باش نحكيو عليها في البلاتو. مهم برشا على خاطر باش الناس تسمع وتعرف. بالضبط. حكاية مهمة برشا برشا الإنعاش القلبي الرئوي. دونك يركزوا معنا شوية توا، فون بينيفيسي دي زانفورماسيون تري تري انتريسونت. دونك نقدم روحي كالعادة، أنا سليم العياري، متحصل على الماجستير في التعامل مع الحالات الحرجة، اختصاص نتاعي لا جيستيون دي سوان كريتيك. دونك مدير مركز في الإسعافات الأولية، معايا سي سمير، جينا اليوم باش نحكيو كيما كل عام على شهر أكتوبر. دونك يختص شهر أكتوبر في الإسعافات الأولية باليوم العالمي للإنعاش القلب الرئوي. صحيح. اللي هو براتيك ما يصير في 16 أكتوبر من كل عام. دونك سنة خصصنا تظاهرة هذه، احنا كل عام نتنقلوا في بلاصة معينة باش نقوموا بالإيفانمون. عام اللي فات عملنا في حلق الواد، سنة إن شاء الله باش نعمل إيفانمون في تبرق. ديما معناها نشوفوا الخصوصيات نتاع التيرا، يعني اون بلانير باش الناس كل تنجم تشارك، الناس كل تنجم تطبق باش نتعلموه في الايفينمون، واللي هو موضوع مهم برشا اللي هو موضوع الانعاش القلبي الرئوي. صحيح. نعاود نذكر الساده المستمعين انه الانعاش القلبي الرئوي هو مجموعه نتاع حركات يقوم بها المسعف في حاله السكتات القلبيه. دونك كما تعرف موضوع السكتات القلبية هذا موضوع يلزمنا نحكيو عليه ديما. أكيد أكيد، خاطر ما عادش موضوع معناها نسمعوا به مرة في الفيل ولا ليه، ولا اسم الله عليكم اللي تسمعوا فينا الكل، ولا الموضوع متداول برشا، ولا يمس حتى الصغار اللي في العمر، معناها ما عادش مقتصر على فئة عمرية معينة، طوالي ولينا نسمعوا بسكتات القلبية تصير حتى عند الشباب والصغار. يعني قبل كنا نحكيو كان على الكبار في العمر، لطف عليهم، توا
ولاو لي جون متعرضين وناس كل ولات متعرضه سكون ابل لا مور سوبيت الموت الفجاه هذا اللي بلطف عليكم الناس بلطف عليهم الناس الكل دونك اللي باقي كل يوم يزيد وعندنا حتى ستاتستيكمون بارلون معناها في العالم ناخذوا دي زيكزامبل كيما فرنسا مثلا يحكيوا على 40 الف حاله نتاع سكتات قلبيه موت الفجاه في العام نعم. في تونس زاده ما عندناش دي ستاتستيك تري بريسيز اما عندنا معناها نحكيوا على الالاف معناها الف أي. في الزون أي. الالف وحاجه كل عام يتوفاونا وراو تو كاتيجوري داج كونفوندو معناها الاعمار الكل ما عادش فئات العمريه الكل ما عادش محصوره بالضبط. في عمر معين بالضبط. من الكبار للصغار بالضبط والرول نتاعنا كمدربين في الاسعافات الاوليه نعاود نحسوا باهميه التكوين في الانعاش القلبي الرئوي اللي ما نش بعاد احنا كتونس على البلدان المتقدمه في المساله هذه ونحاولوا نخدموا بامال دوفا معناها مع فئات العمريه الكل صغار وكبار باش نحلموهم طريقه الاسعافات الاوليه خاطر معناها انت سيسليم حسب ما فهمت من كلامك تنجم تقولي اللي يبدا متدرب على الاسعافات الاوليه هذه ينجم ينقذ حياه شخص قاعد يتعرض مثلا لنوبة قلبية بالضبط هو هي النوبات القلبية والسكتات القلبية وما غير ذلك من الزافكسيون اللي يصيروا للقلب ديما هي مسألة دقائق يعني اللي يحكم في العملية هذه كل دقائق ودقائق هذه تتقاس معناها هم 10 دقائق في دينا بين السكتة القلبية وبين اللطف عليكم واللطف على المستمعين الكل الموت يعني دونك العشر دقائق هذه تحكم في حياة العبد احنا العشر دقائق هذه صعيب برشا في تونس كان نجموا نحصلوا على اسعافات متقدمة وفي العشر دقائق هذه كان نجموا نحققوا معناها الهدف من الاسعافات المتقدمة دونك لازم نشكون على عين المكان هو اللي يبدأ بالاسعافات الاولية لطول اللي يجي الاسعاف اللي علاش مهم يزيد في اي عائلة لازم تلقى شكون بالضبط يا حبة ذي معناها تلقى شكون متدرب على الاسعافات الاولية مدام نحكيوا على دقائق يعني ما يستنى حد هذا يكون كان بجنبه بالضبط هذا هو أيه. سي سمير البريكي زيدا مدرب اسعافات اوليه مرحبا بك زيدا في اي اف ام انت زيدا كيف الدار نشكركم على الاستضافه نتاعكم عايشك مرحبا اسيلو كل عام نجي ان شاء الله لو 15 هكا ولا قبل شويه نجي جوست نحب نعرفوا الاسعافات الاوليه واليوم العالمي اليوم الانعاش القلبي الرئوي هذه خاصه هذه تو اللي مر في بيت كما قال سي سليم اللي ولد ظاهره كبيره ياسر بالحق عائلات بين عائلته بين في الشارع ولد والناس مش كوين معناتها ناقصين دي فورماسيون ما يعرفوش الحكايه دي معناها العباد ما تعرفش حتى تتصرف كيفاش تتصرف كي تلقى معناها حاجه قدامها من نوع هذايا إنسان تعرض لنوبة قلبية معناها العباد البانيك ما تعرفش كيفاش تتصرف خاطر فما هي شنو التكوين يصير مع يصير قدام الفيكتيم كيفاش تتصرف معاه كيفاش تنعش وكيفاش كذا نحن هذه كلنا ناقصين المجتمع هي ثقافة يعني تنصح العباد ننصح باش العباد تدخل التكوين تكون كيفاش يصير الانعاش القلبي الرئوي هذايا وكل عام نحتفلوا به ديجا ونعملوا نحن معناتها كل مرة في ولاية تو عملوها في حق الواد اي صحيح السنة في تبرقة ان شاء الله كل مرة نمشي للولاية نقدموا نحبوا نحن شنو البيوت نتاعنا شنو الهدف نتاعنا باش هي توعية فهمتي اي فوالا يوم تحسيسي توعوي توعوي وهي معناتها فورماسيون بلاش ديجا جراتوي هكا كيفاش كيفاش معناتها نعملوها باش نحن البيوت نتاعنا باش تنجح العباد الكليكا تعمل فورماسيون وتتدرب على الاسعافات الاوليه هي تكنيك سامبل معناتها نجم ينقذ عبد وكما قال سيسيمو هي 10 دقائق الواله فهمتي صحيح معناها اي واحد توا يسمع فينا ويحب يشارك في التظاهره هذيا كيفاه يعمل سي سليم كونتاكتينا جوست على رقم الهاتف نتاعنا على 55 3 0 511 باش يتنقل معنا من تونس لهنا لتبرقه خاطر ليفينمون مش في تونس وزاد اهالي تبرقه ولا اللي في جندوب بينجموا يلتحقوا بينا احنا باش تقوم في احد النزول في تبرقه باش يحضر على ليفينمون ويشارك ويقدم الاسعافات الاوليه وكان معناها بيان سور نحكيو شويه على جديد جبت لنا المره هذه جديد اللي هي معدات تقنيه تدريس حفل حديث تدريس معنا في الحديث دونك اثناء احنا انا انتجري دي زوتي انوفون جدد على الاخر في التكوين في الاسعافات الاوليه اللي هي استعمال الواقع الافتراضي اللي هي حاجه جديده بيان سور يعني الواقع الافتراضي دخل حتى في الاسعافات الاوليه بيان سور الواقع الافتراضي ديما تبع اكتسحها معناها جميع الميادين وسيرتو كنستعملوا الواقع الافتراضي في البون سونس معناها في السونس اللي ينفع وفي التدريس ينفع. حاجه اكسبسيونيل احنا خدمت عليها انا وزميلي مدرب عمر بن لكحل نقدم له التحيه بالمناسبه خدمنا على البرنامج التدريس بالواقع الافتراضي شنو يمكن الواقع كيفاش ورينا الواقع الافتراضي هذا كيفاش ينجم يعاون بالضبط استعمال الكاسك ميتا كويست هذه ميتا كويست 2 هي كاسك فيرتوال رياليتي فيرتوال متطوره تمكن انه المسعف وقت اللي يلبس الكاسك نتاعو يلفا ايمرجي معناها باش يدخل في انفيرونمون مش هو الانفيرونمون الموجود فيه C'est un environnement créé.
سي تان سيناريو كريي في وسط الكاسك باش كيف يلبس يرى معناها اون فاس فيكتيم معناها مصاب متعرض لحاله نوبه قلبيه سكته قلبيه ولا فقدان وعي وباش يحاول يتصرف معاه باستعمال القيد الموجود في الكاسك ويتعامل معاه كانه هو في الحقيقه موجود قدامه كانه موجود معناها يبعد شويه من لونفيرونمون العادي نتاعنا ونمشي لونفيرونمون دان اكسيدون. شنو هي البارتيكولاريتي نتاع الحكايه هذه؟ ان تخليك تتدرب في مليو سيكوريزي امن وتقوم بالحركات نتاعك ماكش مستحق تكون في اكسيدون ريال باش تقوم بالتدخل نتاعك. لو فات انه انت تلبس الكاسك نتاعك تو ايمرجي باش تنتقل باش تسافر لونفيرونمون جديد لونفيرونمون فيه ناس عامل سكته قلبيه وتقوم بالتدخل نتاعك. وعندنا مقوله احنا في الاسعافات كل اول ايش تحكي تقول لك جامي لا بريمير فوا سور ان فيكتيم بعمرك اول مره تجرب على عبد بالحق مريض. دونك لو فات انه انت اول مره باش تدخل بعضك ماكش باش تعرف تتصرف بالضبط. لو فات انه انت تستعمل الكاسك فيير دونك ايمرجي وباش تتعلم برشا حاجات وتعمل جيستيون دو ستريس نتاعك وتحاول تتصرف تتحط معناها في وضعيه في سيتواسيون اللي انت بالحق قدامك انسان مصاب وقاعد يتعرض حاليا لنوبه قلبيه وكيفاش تتصرف اكزاكتومون. وزاد جبنا معنا كالعاده ديفيبريلاتور اوتوماتيك اكسترن لاباري العجيبه انا نسموها باري عجيبه علاش خاطر ماشي لاباري هذه الحاجه الباهيه فيها انه هي كانت حكر كان جست على الإطار الطبي قبل في الصيغة نتاعها وتوا عملونا دي زباري أي مواطن ينجم يستعملهم. واللي زباري هذوما شنو الرول نتاعهم؟ الرول هذوما يلفون ديليفري دو شوك إلكتريك. هي حاجة تقنية شوية أما المدربين في الإسعافات الأولية يتعلموها خاطر أي مواطن ينجم يستعملها. والأباري هذه تنجم تعاون في الإنقاذ النفس البشرية اللي تعرض لسكتات قلبية بنسبة كبيرة برشا يعني بوجود لاباري هذه مزيل الرجفاء تو تويت ان شاء الله نحكيوا عليها في برنامج نفسروها كيفاش تعمل بالضبط تتطلب شوي وقت. دونك لاباري هذه بوجودها هي وبوجود الانعاش القلب الرئوي لا شونس دو سيرفي يعني امل الحياه انه نصفوا انسان تعرض لسكته قلبيه يطلع برش. يعني البورسنتاج نتاع انه ننقذوا انسان تعرض لسكته قلبيه بوجود هالمعدات هذه باش يكون طالع برش خير من انه نقوم بالانعاش القلب الرئوي. معناها احنا نحكيوا هنا ماذا بينا لاباري هذه تكون موجوده في اي دار في طول اليو بوبليك ماذا بينا هي غالية شوية أما ماذا بينا تكون موجودة في متاحة في جميع بالضبط هي موجودة راهي عندنا شوية مثلا بلايس كيما المطار كيما الجرون سيرفاس موجودة فيهم لاباري ماهيش على ديسبوزيسيون دو تو الموند خاطر ما يعرفوهاش دونك لازمهم فورماسيون عليها لازمهم يتكونوا هكا علاش نعاودوا نشجعوا على التكوين في الإسعافات الأولية وأهميته. دونك لاباري هذه تنجم تعاون برشا باش تكون متوفرة زادة في ليفانمون باش الناس تعرف تستعملها إذا كان نهار تتحط في سيتواسيون قدامها معناها شخص تعرض لسكتة قلبية دونك التظاهرة هذه باش تصير في تبرقة يومي 19 و20 اكتوبر ان شاء الله وهي مجانية اما اللي برجمه وكل هذاك سي حرية شخصية اللي باش يعمل برجمه وكل هذوكم ديفري ابار وحد اما لا فورماسيون بالضبط التظاهر في حد ذاتها معناها ديسبونيبل بور تو الموند ينجم يشاركوا فيها واللي يحب يعمل برجمه يعمل اللي ما يحبش يعمل برجمه ينجم يجي ديريكتومون غادي يقوم بالمشاركة نتاعه. يعطيكم الصحة سي سليم العياري مدرب اسعافات اولية وسي سمير البريكي كيف مدرب إسعافات أولية حكيتونا على الإنعاش القلبي الرئوي في اليوم العالمي للإنعاش القلبي الرئوي اللي هو يصير نهار 16 أكتوبر. عندك مضيف سيسلي؟ نشكرك جيهان كالعادة على الاستضافة نتاعك وبارك الله فيك مئة فعل يعطيكم الصحة عايشك سي سمير عايشك مرحبا بكم ان شاء الله ليفينمون يتعدى على خير ان شاء الله احنا وصلنا معكم مستمعينا لل 29 دقيقة على اي اف ام احلى راديو ترتيحة بالموسيقى وراجعين في الماتينال ويكاند كل سبت وحد ماتينال ويكاند من 7 ل 10 نتاع الصباح على اي اف ام احلى راديو على اي اف ام احلى راديو 9:32 دقيقة وصلنا معكم لاخر نص ساعة من الماتينال ويكاند لليوم السبت 12 اكتوبر 2024 ويرجع بحثينا بسام القبني في بوليميك. اليوم اختارنا موضوع مهم برشا يهم العائلات التونسية الكل يهم الاولياء التوانسة. نخليك انت بسام تقدم لنا الموضوع. اي جهين كما حكينا قبيلة وقلنا على مستعملين مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك والانستغرام لكن باش نحاولوا ناخذوها من جانب نفسي وباش نحللوها زادة من جانب نفسي باش نحكيوا على تأثير المواقع هذه على شخصية خاصة باش ناخذوا الفئة متاع المراهقين
والشباب والصغار اللي قاعدين تويكا يستعملوا في التيك توك وفي الانستغرام وقاعدين زادة يتفرجوا في ما يسمى بالمؤثرين. وباش نشوفوا شنية هي المؤثرين وشنية معناها ككلمة كلمة مؤثر، واسكو اللي نشوفوا فيه تويكا على المواقع هذه اسكو بالحق نجم نقول عليهم مؤثرين وإلا لا. وهذا كل كما قلنا احنا من جانب نفسي. على هذاك معنا تويكا جيهان بالتليفون الدكتور سفيان بن عيسى، دكتور في الطب وطبيب مقيم في الطب النفسي بمستشفى الرازي وكفاءة في الطب الإدمان والتعليم العلاجي، اللي نقول له صباح النور ونهارك زين. صباح الخير سي بسام، مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي ذاتي أفين. يعيشك دكتور ويعطيك الصحة اللي دخلت معانا واللي كنت حاضر معانا تويكا وعلى الحاجات اللي باش تعطيهمنا. أول حاجة كان النجم نبدأ بها السؤال اللي هو بالحق تويكا قاعد يحكي فيه الناس الكل، وقاعد تويكا يدور في تفكير الناس الكل وبرشا كلمة ديما نسمعوها اللي استعمال المواقع هذه ولا إدمان. إسكو النجم نقوله اللي استعمال المواقع هذه بكثرة يدخل في الإدمان وإلى لا؟ والله ساعة حبيت أول حاجة نشكرك بالحق على الموضوع هذا اللي هو موضوع يسر دكتواليتي دو عام معناتها إلي عن سجي نقولوا احنا ولد وقته توا بالحق الغيزو قاعدين يحتكروا في بلاصة كبيرة معناتها في حياة نصور كل إنسان عنده هاتف ولا عنده أي وسيلة معناتها متاع مشاهدة. ثاني حاجة هو معناتها كما نقولوا موضوع قاعدين نشوفوا فيه في المرضى اللي قاعدين نشوفوا فيهم ولا في الناس اللي قاعدة تكونسلتي نشوفوا في التأثير نقولوا احنا نتاع لي ريزو سوسيو. دونك هما ان فيت كو سوسوا انستغرام ولا تيك توك ولا هالي بلاتفورم هذوما هما ساعة لازمنا نفهموا كيفاش قاعدين يخدموا. هما يخدموا بديز الجوريتم متكونة انه لازم الانسان معناتها يحط عن كونتوني قديش يجيب له معناتها درياكت، قديش يجيب له تفاعلات، قديش يجيب له جامات، قديش يبارتاجه. دونك بطبيعة باش يكون ان كونتوني فيري برشا ومعقد وفلسفي مش باش يكون جذاب ومش باش يكون معناتها نقولوا احنا يجبد المتفرج ويخليه معناتها يتفاعل بطريقة سريعة جدا. وبالتالي باش نلقاو معناتها محتويات نتاع حاجات تكون بسيطة برشا باش تكون بروفوكانت فيها ان كونتوني بلوز او موان معناتها يخلي العبد رياكسيون تاعه تكون معناتها رابيد وقوية دونك باش يتفاعل بالقوي. دونك هذاك علاش نقولوا احنا يدخل الانسان في وسط كل ماكينة كسيستيم يولي المشيرة معناتها لو كرياتور هذايا نتاع الكونتوني كنقولوا احنا صانع محتوى او المحتوى هو قاعد يصنع في روحه. دونك يلقى روحه هو ديجا في الماكينه ومدمن على انه يبارتاجي، مدمن انه قد ما ياخذ دي لايك وقد ما هو معناتها يزيد يعاود يهبط. دونك هو من شيرته قاعد في شيره قاعد معناتها نقولوا احنا مدمن على الحكايه هذه. ومن شيره اخرى المتفرج كيف كيف زاد كان باش يلقى كونتوني باش يجذبوا برشا باش يفك له وقته باش ياكل له برشا وقت. احنا توا نشوفوا برشا عبيد معناتها تقوم يقول لك انا نقوم ريزين تاعي ما نعرفش نحطو 6:30 نقعد ساعه في التيك توك حتى يكشي لي نقوم الفرش. دونك فما كان نحسبوا الوقت اللي يعديه الانسان في ريزو سوسيو بالحق وقت رهيب جدا معناتها. دونك قاعد فما تاثير على الوقت نتاعه وعلى اعماله وعلى نقولوا احنا السيروره نتاع النهار نتاعه. اي اما دكتور صباح الخير سي سفيان، معك جيهان بالحاج عمار. أما زادة فما برشا صحيح كما أنت قلت فما برشا تضيع وقت على لي ريزو سوسيو، عبيد تقوم كما قلت أنت تعمر الريفي نتاعها على بكري باش تقعدك الساعة ولا النص ساعة هذيك في الفرش تشوف شنو فما جديد في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن زادة فما عبيد تقول لك أنا نهاري يتعدى ياسر شارجي فيه برشا خدمة برشا لهوة بالصغار وكل نستحق كيكا نصيف ساعة قبل ما نرقد كيما نقولوا نحنا انتخ بارانتيز شوية تفاهة في نهاري نتفرج هكيكا في نامبورت كوا باش نخاطر نهاري كان ياسر شارجي في برشا حاجات خدمة دي ريونيون قراية الصغار وكل هذايا. حتى لهنا عادي ولا مش عادي كي انسان معناه يحاول هكا يفرهد روحه بشويه حاجات تافهه ما عندهاش معنى؟
هو باش نجاوبوا هل انه عادي ولا مش عادي. الحقيقه الجواب معناتها مانيش باش نقول لك خاطر الانسان صحيح معناتها بالضغط النفسي اللي يتعرض له بالستريس نتاع الخدمه كما انت قلت لي بالتراكمات نتاع النهار ساعات يحبك لاشي تخيز نتاع يا خويا نحط حاجه في الراديو ولا في ولا معناتها سامحني قلت في الراديو في لي ريزو سوسيو معناتها نتاع اي حاجه تعرضني نمبورت كوا قاعدين نشوفوا زاده في التاثير نتاعها كي نستسهلوا زاده الباب نتاع اي حاجه نتفرجوا فيها باش تدخل معناتها لحياتي وباش نتفرج فيها زاده عندها تاثير كما قلت انا معناتها باش تغششني باش تستفزني تنجم تكون زاده حاجه شوكونت معناتها ما فهميش علاش انا باش نتفرج فيها باش نقعد انا معناتها ناخذ في التتبعات نتاعها. ولهنا نشير للموضوع المهم نتاع المتفرج فديبو نحكيو على انا فئه مثلا احنا كي نحكيو على فئه نتاع شباب صغار مثلا في طور النمو نتاعهم نشوف ان كونتوني بلوز او موان معناتها يمس لي روبير نتاعهم معناتها معايير نتاع تقييم نتاع حاجات اجتماعيه ولا حاجات حتى معناتها هو كيف يشيرا ذاته كيف يشيرا روحه كيف يشيرا الجسد نتاعه كيف يشيرا مواقفه كيف حتى يبني مواقفه وينقد لهنا نمسوا العاير هذوما ونخليه كانه فما معناتها حاجه قاعده تغزو في النظره نتاع الفئه هذه المهمه. دونك كان انسان معناتها جوست يحب يتفرج باش معناتها يقول واحنا يعدي هالوقت ويتنفس شويه وي معناتها ما فماش مشكله لكن لازمنا نزيد نفرج شويه مش اي حاجه نتصور سريعه وخفيفه باش نتفرجوا فيها. دكتور بتويكا ديجا حكيت على التاثير وحكيت على المحتويات اللي قاعدين نشوفوا فيه تويكا قاعدين نشوفوا في محتويات قاعده تهبط على تيك توك اللي فريمون نجم نقولوا عليها اللي هي حاجه جراف وحاجه بيزار برشا. تويكا قاعدين نشوفوا في فيديوهات على تيك توك بما يسمى التشالنج ولا كبس كبس والا بما معنى اكلوجو اللي يعملوهم والا التحديات اللي يعملوا فيهم اي اللي يعملوا فيهم تويكا في تيك توك بالحق حاجات جراف برشا وحاجات اللي توصل انك يعني مخلة بالمجتمع ومخلة بالاخلاق وكذا يعني بالحق حاجات اللي فريمون ما ينجمش اي حد يتفرج فيهم ما ينجمش اي حد انه ينجم يقول اللي الحاجه هذيك نجم نتعلم منها حاجه نتعلم منها حاجه يعني حبيت نشوف الحكايه هذه شنية يعني المحتوى هذايا كيفاش ينجم يكون عنده تأثير على التربية وينجم يكون يعني وتأثير على النمو متاع صغارنا والشباب خاصة اللي قاعدين تويك يتعديوا بفترة مراهقة. صحيح الموضوع هذايا معناتها مهم برشا. فيت احنا حكينا كيفاش الالغوريتم وكيفاش الانستغرام كيفاش معناتها يدخلك في ان سيستيم وماكينه وباش انت تعمل احنا الفيديوهات اللي حكيتوا عليهم اون ديغي الترند اللي يطلع تاع فيديو لازمني نعمل هكا وهكا وهكا على الاغنيه هذيك ونتحرك بالطريقه هذه ونضحك ولا نعمل بالطريقه هذه قاعدين نشوف ان ستيريوتيب قاعد يتعاود دونك انه انا معناتها حتى لو كرياتور دو كونتوني هو في حد ذاته راهو ماهوش الانسان معناتها اللي نقولوا احنا الفاعل والخايب حتى هو قاعد راهو ايل سوبي حتى هو تخلل في الماكينه هذه حتى هو معناتها ايل سوفخ راهو معناتها احنا ديما نحكيو في توا هكا على التاثيرات نتاع المؤثرين كان عليهم مؤثر لكن حتى هما قاعدين يتاثروا في حد ذاتهم حتى هما قاعدين معناتها داخلين في اللعبه هذه اونسيت هما شنو المشكل معناتها باش يلقاو رواحهم قاعدين يعملوا في ان كونتوني اللي معناتها لازمهم يخضعوا ليه دونك باش تتمس نفسيتهم باش تتمس ذاتهم باش تتمس شخصيتهم رواحهم ونظرتهم سيغتو لرواحهم هما بيدهم ضحايا معناها هما بيدهم ضحايا كان نحبوا معناتها نغزو منظور اخر بطبيعه الحال هما عبيد معناتها قاعده ما عندهمش معناتها ثقه كبيره بساعات قاعدين يعيشوا في ان اغسيلمون خاطر توا معناتها في برا في فرنسا وفي امريكا وكل يحكيوا برشا على السيبر اغسيلمون وبرشا مؤثرين قاعدين يعملوا في عمليه انتحار توا نسمعوا بهم المؤثر يعني دكتور سامحني كي باش نقص عليك يعني نجم نقولوا اللي المؤثرين ولا اللي يقولوا على رواحهم مؤثرين تويكا على تيك توك مؤثرين هو تويكا ما نجموش نقولوا حاجه اخرى كان انهم مؤثرين لكن فما مؤثر ايجابي وفما مؤثر سلبي نجم نقولوا عليهم اللي هما عندهم مرض نفسي
السؤال هذايا سؤال نجم نقوله مرضى ولا مش مرضى. الحقيقه ما نجيش معناتها نجاوبوا على السؤال بالطريقه هذه قد ما نشوفوا انه نجم نقولوا اللي هما قاعدين متقلقين معناتها نسبه كبيره منهم قاعدين نشوفوا فيهم معناتها في العيادات النفسيه في تاثيرات نتاعهم، خاطر نتصوروا انسان مجبور باش يعرض حياته تفاصيل حياته باش يلدي تاي نتاعو ولازمو ديما يضحك وديما يوري ديما وديما يزين حياته ويوريها في احسن صوره بالطبيعه ويوري لازم الجسد نتاعو يكون معناتها يجاوب بالمعايير معينه شيء بخفي وتكون في المود نتاع توا لازم 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 ساعات احنا نقوم راهو عادي الانسان يقوم في الصباح ما عينوش باش يحكي مع العباد عادي جدا عادي جدا راهو في بوزيتيفيتي ديما راهو ما يشبهش بدعه كل وحده داكورتو ديما الانسان يقوم معناتها مزاجه احنا يتبع المود نتاعو معناها اليوم معناها يتبع المود نتاعو اليوم صباح زاهي ويحب يلبس حاجه مزيانه ويحب يحكي ويحب يضحك والكل يمشي في الـ في الـ في النهار في الريتم هذاك من غدوه صباح ما عينوش ما عادي معناها يتبع المود نتاعو ما يجبرش روحه ولا ما يلزمش نفسه باش يتصرف بطريقه معينه باش يعجب العباد بالضبط بالضبط وزيد معناتها باش نكمل نجاوب على سؤالكم أيوه. فما احنا حكينا على هما كيفاش قاعدين متقلقين أيوه. لكن زيد علاش الخطوره احنا توا الخطوره نتاع الكونتنو هذا على خاطر معناتها فما سكون ابيل لو مودلينغ انا انسان كي نشوف فما حاجه قاعده تتعاود برشا باش تدخل في السيستم نتاعي وباش نولي انا في اللاوعي نتاعي نقتنع وكانه الحاجه هذيك هي صحيحه أيوة. ولهنا اللي تختلط الامور ولهنا الخطوره انه انا انسان نتفرج قاعد نشوف مثلا اللي العباد الكل بدنها بالطريقه هذه والا تحكي بالطريقه هذه ولا تلبس بالطريقه هذه ولا لازمها تجاوب ولا تستعمل الكلمه هذه باش تعبر على الشعور هذه كانه لهنا قاعدين معناتها اترافيغ لو مودلينغ واترافيغ لي ميساج هذوما اللي بلوز او موا ولاو صارت لهم اون نورماليزاسيون اون جينيراليزاسيون دونك وليت هي المعيار نتاع العباد ولينا قاعدين معناتها كانه نحط مو في حاجات في خصوصيات ولا في خصوصيات معناتها كل انسان هذيك علاش لي فيديو مخطرين زاد فما احنا توا به نحملوا المسؤوليه نقولوا الانسان يختار شنو يتفرج لكن توا فما معناتها ساعات فيديوهات تجيك بالدسيس تعبط لك الفيديو معناتها خاطر تكون هي فيديو ومعناتها سبونسوريزي مثلا دونك يظهر لك فما لو سيستيم تاع الالغوريثم زاد هو في حد ذاته مثلا انت مره فيديو بالزهر قاعدة تخدم خاطرك نسيت التليفون وقاعد معناتها يزابي نقولوا احنا من فيديو الاخرى كأنه هو السيستم يفهمك اللي انت تحب النوعيه هذيك ويزيد يقعد يجيبها لك ويزيد كأنه معناتها كأنه علاش ادمان هو كأنه جرعه ما تعطاها لك ومنها هي يزيدك في جرعات تدخل بالحق في طريقه نتاع ادمان دونك السؤال على الادمان بالحق معناتها حاجه ذكريه وين ينجم يوصل الادمان هذايا دكتور سفيان وين ينجم يوصل الادمان هذايا نحكيو على الفئه العمريه نتاع المراهقين على خاطر توا واحد كبير في العمر معناها ينجم يتفرج من غير ما يتاثر معناها وينجم حتى وحده يقيم معناها يقول ولا فيديو ما يكملهاش ولا ريل ما يكملوش معناها يقول شنو التفاهه هذه ويتعدى لكن بالنسبه للمراهقين الادمان هذا وين ينجم يوصلهم بربي فسر لنا النقطه هذه خلي الاول تسمع وتفهم وتفهم شنو معناها تعطي تليفون فيه مواقع تواصل اجتماعي الكل متاحة لصغير في عمر 12 و13 و14 سنة بالضبط توا فما شكون يبدا يقرا يقول له كي تنجح في السيزيام وديني الاول انا نشري لك تليفون سمارتفون هيك هيك معناتها ولهنا نيونس باش يذكيني الهاتف هذا ولا باش يزيد على ما بيه هو الحقيقه معناتها اكثر حاجات تتمس هو كي تتفرج وتشوفك الموديل ويظهر لك هو احسن انسان العبد اللي نتفرج فيه هذايا دونك انا باش تولي عندي اون انسيكوريتي معناتها يولي عندي شك في روحي شك في سعادتي شك قدراتي شك في اهدافي خاطر انت توا انا نقرا مثلا باش نولي مهندس ولا طبيب ولا محامي ولا باش نولي ونشوف في انسان ما يعمل في حد شيء يصنع في محتوى او كما قلنا المحتوى يصنع فيه ولا جوست قاعد يبارتاجي في حاجه ما عندها حتى مجهودات دونك احنا لهنا قاعدين كينا نقولوا للناس معناتها اغذر الدنيا اسهل بطريقه اخرى اما ما يعرفوش غيرمون شنو اللي وراء الستار خاطر حتى الناس هذوك معناتها فما حاجات معناتها فما كواليس وتعرفوا كل خدمه فيها معناتها الايجابيات والسلبيات دونك انا كي راه هكا ميل سريع بطريقه تافهه
بطريقة معناتها سامبل والعبيد معناتها تستسهلها. نوليو معناتها كينا نحطمو في 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 الطموحات نتاع الناس، نحطمو في فك اللي البرينسيب اللي تربيو عليهم وكل شيء. دونك هذه الخطر الحقيقه على الصغار، ثم زيد نظرتهم لذاتهم، ثم زيد التصرفات نتاعهم كما قلنا، ثم زيد نظرتهم والخلط بين المعايير كما قلنا نتاع المستقبل نتاع هما شنو يراو كيفاش يتصرفوا. ويكبروا زيد بشخصيه هشه. يكبروا بالشخصية هشة، يعني شخصيتهم تكون ضعيفة، شخصية فيها برشا شكوك، شخصية مبنية على المقارنة، شخصية مبنية على على المتاع هذيك صحيح ولا أنا صحيح، تكون فيها نوع من معناتها الأخذ والرد، ونوع من معناتها نقولوا احنا النفسية تتبنى بطريقة الحقيقة معناتها متردة ضعيفة. به دكتور تويكا باش نلخصوا كل شيء وباش نختموا، جيست في آخر الحوار هذي أعطينا كلمة للأولياء وخاصة الجينيراسيون هذه اللي كنا نحكيوا عليها، وحتى للمؤثرين باش تكون يعني ميساج بوزيتيف، انه باش نحاولوا نتفاداو هالمخاطر والادمان نتاع تيك توك ونتاع المواقع التواصل الاجتماعي هذي. به هو الوصفه السحريه مام ديما صعيب باش نلقاها، لكن مساج مهم باش نحب نقولوا للاولياء، راهو قد ما تقول لصغيرك تفك له التليفون وما تتفرجش، وفيش تتفرج راك باش تخلقك الحاجز وتفقد الثقه مع الطفل نتاعك. دونك الحوار ثم الحوار، الحوار راهو مهم على الاخر، معناتها انت كي تولدك معناتها تتعلموا القيم وتعلموا سورتو انه النقد البني نتاعو معناتها ينقد. انا كي نشوف حاجه نقول الحاجه هذه والله ما ماهيش مريضه، معناتها ما فيهاش حاجه زادتني، ما فيهاش هذه حاجه باهيه، لكن انا كي نقعد نحي تليفون لولدي ولا حاجه راهو بالعكس، معناتها هذه حاجه ساعه لازمنا نتحاوروا معناتها مع الصغير اكثر منه كذا. اذا فما نوع من الرقابه تصير، لكن رقابه مرشده فيها مبنيه كما قلنا على الحوار وعلى وعلى معناتها نقولوا احنا الثقه بين الولي وطفله. يعطيك الصحة. عايشك بالنسبة لكرياتور كونتنيو جوست كلمة بركة، معناتها صحيح رانا نعملوا لي ترانت، صحيح رانا نعملوا كذا وكل شيء، لكن ديما الميساج بوزيتيف، ديما نوريو انه معناتها نحاولوا هما بالحق قاعدين نتفرجوا فيهم، معناتها مالوغوزمون قاعدين نشوفوا في حاجات، ما يسالش كان ديما نعطيو حاجة إيجابية ونعاونوا. يعطيك الصحة دكتور سي سوفيان بن عيسى، دكتور في الطب وطبيب مقيم في الطب النفسي بمستشفى الرازي، شكرا لك على كل هالمعطيات هذه، وشكرا لك على التحليل اللي أعطيتونا اليوم واللي عملته اليوم على تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة التيك توك على الشباب والناس اللي قاعدة تتفرج وإلى الناس اللي قاعدة تستعمل في المواقع هذه. يعني فينالمان سي سوفيان كما كنت تفسرنا كل فاعلين كل متلقين الزوز هما ضحايا استعمال مواقع التواصل الاجتماعي. يعطيك الصحة سي سوفيان بن عيسى، يعطيك الصحة بسام على الموضوع نتاع اليوم. احنا وصلنا معكم لل 59 دقيقة آخر دقائق من المتينة الويكاند، كنا معكم السبعة متاع الصباح وحكينا في برشا مواضيع، حكينا في أخبار الجهات اليوم، حكينا على المستشفى الجهوي بالمكنين اللي باش اللي تزيدوا فيه ثلاثة أقسام استشفائية جديدة، واللي هو مخبر رقمي لصنع بدائل الأسنان، وكيف كيف قسم الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي، وقسم الإنعاش الطبي. حكينا كيف كيف على موسم جني الزيتون اللي ينطلق إن شاء الله نهار 15 نوفمبر الجاي في القصرين، وأثناء الصابة متاع الزيتون تقدر ب 70,000 طن، واللي هي أكثر بحوالي 20,000 طن مقارنة بالعام الماضي. بسام التحق بنا في الساعة الثانية من الماتينا الويكاند اليوم وحكينا على العالم التونسي عالم الذرة سي البشير التركي الله يرحمه، حكينا كيف كيف على ولد باب سويقة المخرج شوقي الماجري في ذكرى وفاته، غادرنا نهار 10 أكتوبر 2019 الله يرحمه وينعمه. حكينا في ساعتنا الأخرانية كان معنا سي سليم العياري وسي سمير البريكي، حكينا على اليوم العالمي للإنعاش القلبي الرئوي، وأخيرا في ساعتنا الثالثة حكينا على
الجانب النفسي لكثرة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي مع الدكتور سفيان بن عيسى، دكتور في الطب وطبيب مقيم في الطب النفسي بمستشفى الرازي، والكونكلوزيون اللي خرجنا بها اللي هي الحوار ثم الحوار ثم الحوار مع صغيرك إذا كان تحب تنقص له ولا ما عادش تحبه يستعمل مواقع التواصل الاجتماعي، ما تجيش مع صغيرك بالقوة، لا، الحوار ثم الحوار. وبين الناس سفيان بن عيسى كيفاش كل فاعلين اللي هما المؤثرين بين قوسين والمطلقين هما زوز ضحايا مواقع التواصل الاجتماعي. يعطيكم الصحة اللي تبعتونا من 7 متاع الصباح، كنا معاكم في الماتينال ويكاند اليوم السبت 12 أكتوبر 2024. سلم عليكم برشا، جيهان بالحاج عمار كوتي ميكرو، معنا كانت اليوم بجة في الإخراج، سليم في الديجيتال، وبسام القفني معنا في استوديو. نتقابلوا غدوة إن شاء الله لحد 13 أكتوبر 2024. تشاو تشاو، باي باي.